بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم المهندس احمد السيد. هنتكلم النهارده عن طرق توصيل المكثفات في دوائر التيار المستقبل. هنبدا بطريقه التوصيل على الدواء. يبقى واحد توصيل المكثفات على الدواء. طبعا زي ما احنا عارفين احنا زي المقاومات ما كنا بنوصلها توالي وتوازي، فبرضو المكثفات بتتوصل على التوالي وعلى التوازي وعلى التضارب. ابسط طريقه لتوصيل المكثفات على التوالي زي ما احنا عارفين ان انا باخد برضو المكثف له لوحين، زي ما كنا بنتكلم على المقاومه ليها طرفين، فالمكثف له لوحين. بوصل اللوح ده، لو سميت ده واحد ده اتنين ده واحد ده، يبقى بوصل اللوح اتنين بواحد اثنين بواحد وهكذا على التوالي، يعني متواليه سلسله. المكثف بيتوصل مع المكثف بعده على التوالي، وبيدخل مصدر التيار او الجهد اللي جاي لي، سواء تيار مستمر او متغير، بس احنا دلوقتي شغالين في التيار المستمر. ده مصدر الجهد اللي هيشتغل لي على المكثفات دي. احنا عارفين في المقاومات كان التيار بيخرج من السورس او من المنبع، يخرج التيار يمشي في المقاومات، فنفس الكلام هنا في المكثفات، برضو التيار هنا بيخرج ويمشي في المكثفات. فطالما انا موصل ده توالي، يبقى التيار اللي طالع من هنا ده هو اللي هيمشي هنا. طب ليه انا بقول التيار؟ احنا عارفين ان التيار هو اللي بيسبب الشحنه، يعني التيار اللي خارج من السورس هو اللي بيشحن لي المكثفات دي. يبقى انا عندي اساسي هنا التيار. طب في توالي التوالي، ايام ما كنا بنتكلم عن المقاومات، طالما في المقاومة التيار توالي، فبيبقى اللي ماشي هنا هو اللي ماشي هنا واللي يمشي. فنفس الكلام هنا، التيار اللي هيمشي في سي واحد، لو سميت ده سي واحد، سميت ده سي اتنين، سميت دي سي تلاتة، يبقى التيار التوتال الكل اللي طالع منه هو اللي يمشي هنا، هو اللي يمشي هنا، هو اللي يمشي هنا. والتيار هو اللي بيسبب الشحنة، واحنا قلنا قانون الشحنة ان الفي بتساوي كيو على سي. في قانون الشحنة في المكثفات، الفولت بتساوي الشحنة على السعة بتاعت المكثف. طيب، يبقى أنا بالتالي علشان أحسب هنا، أنا هنا عايز أحسب السعة الكلية، يبقى أنا مضطر إن أنا أشوف إحنا قلنا إن التيار هنا هو واحد، يبقى لما يقول إن الفولت التوتال ده التيار واحد، يبقى الفولت هو اللي هيتقسم. إحنا قلنا التيار اللي خارج من هنا هو اللي هيمشي في كل المكثفات دي، يبقى إذا الشحنة دي هي دي، أما الفولت هو اللي هيتقسم. الفولت ده مثلا سي كده، لو هو 24 يبقى يتقسم، لو المكثفات ساعتها قد بعضها يتقسم 8 8 8. لكن انا هنا انا ما اعرفش، فبقول ان الفولت اللي خارج من هنا هيتقسم في هنا واحد، لو سميت ده في واحد وسميت ده في اثنين وسميت في ثلاثة، يبقى الفولت اللي خارج من هنا هيتقسم على هنا، يبقى في واحد زائد في اثنين زائد في ثلاثة، يبقى الجهد اللي خارج من هنا هيتقسم على الثلاث مكثفات دول. طيب انا لسه بقول ايه؟ لسه بقول ان الفولت بتساوي كيو على سي. انا اقدر اشيل كل في من هنا واحط كيو سي بتاعتها، يبقى اشيل الفولت واحط الكيو. احنا قلنا ان طالما التيار واحد يبقى الشحنه واحده، الشحنه تمشي هنا تمشي هنا تمشي هنا. فاقدر اقول ببساطه كده ان الفولت او الشحنه اللي هي هتمشي هنا هي اللي هتمشي هنا هي اللي هتمشي هنا. يبقى اقدر اقول كيو واحد تساوي كيو اتنين تساوي كيو تلاته. ليه؟ لان التيار اللي ماشي هنا هو اللي ماشي هنا اللي ماشي هنا، فالشحنه اللي هنا هي اللي هتبقى قد اللي هنا هي اللي هتبقى حسب سعه المكثف. فالشحنه تبقى كيو واحد تساوي كيو اتنين بتساوي كيو تلاته. لو انا جيت بقى قلت اشيل كل في واحط قيمتها كيو على سي، اشيل كل في واحط بدلها كيو على سي، يبقى الفي دي اللي هي دي في توتال، الفي الكليه بتاعت السورس بتاعت المنبع، الفي بتساوي في واحد زائد في اتنين في تلاته، بشيل في واحد واحط بدلها كيو واحد على سي واحد، يبقى اشيل في واحط كيو واحد على سي واحد. واحنا قلنا كيو واحد هي كيو اتنين هي كيو تلاته، خلاص يعني كيو واحد هي كيو اتنين هي كيو تلاته، اسميها كلها كيو خلاص. يبقى كيو واحد هي تساوي كيو اتنين هي تساوي كيو تلاته، هسميها كيو طالما هيبقوا قد بعض. يبقى الفولت بقى الكلي هتساوي الكيو، او قلت بقى كيو واحد اتنين تلاته هم كلهم قد بعض، يبقى هسميها كيو خلاص. يبقى كيو زائد سي واحد زائد اشيل الفي 2 واحط كيو على سي 2، اشيل الفي 3 واحط كيو على سي 3. انا دلوقتي بثبت ازاي المكثف هجيب السعه الكليه بتاعته.
خلاص الفي كليا بتساوي الكيو الاولاني على السي 1، الكيو الثاني على السي 2، الكيو الثالثه، واتفقنا خلاص كيو 1 و2 3 كله قد بعضه فهنسميها كيو. هنا بقى بقسم على الكيو، طالما الكيو دي قد دي قد دي يبقى، وهنا الفي دي اصلا ايه؟ قلنا عليها الفي دي عباره عن كيو على سي، يعني انا ممكن اشيل دي واقول الفي دي كيو على سي. ما فيهاش حاجه، شلت الفي دي حطيت بدل الكيو على سي. وهكذا الكيو 1 على سي 1 زائد كيو، بلاش بقى واحد خلاص، قلنا كيو خلاص قد بعضها كلها، على سي 2 كيو على سي 3. ومقسم على كيو بقى هنا وهنا، بتقسم على كيو هنا وهنا، يبقى كيو دي طارت وكيو دي طارت ودي طارت ودي طارت. اتفضل ايه؟ اتفضل 1 على سي توتال بقى تساوي 1 على سي 1 زائد 1 على سي 2 1 على سي 3. انا بقسم هنا بطير الكيو دي، بقسم هنا كيو وبقسم هنا كيو طارت. يبقى همسح معلش واكتب الخطوه الاخيره. يبقى بعد ما قلت بالقسم على كيو، بالقسم على كيو، يبقى الناتج ايه؟ 1 على سي توتال يساوي 1 على سي 1 زائد 1 على سي 2 زائد 1 على سي 3. هو ده القانون اللي يهمني في توصيل الدوائر المكثفات على التوالي في دوائرها المستمره. يبقى انا اما اجي احسب بقى سي كليه هنا اعمل ايه؟ لو انا مثلا واحد في مساله في امتحان مثلا او المحاضر اداني مساله قال لي ان المكثف ده سعته 4 كولوم وده مثلا 5 وده 6 مثلا اي ارقام، يبقى اجي اقول له ايه؟ 1 على سي توتال سي كليه يساوي 1 على سي 1 اللي هي كام؟ 1 على 4 سعته 4 وده تبقى 1 على سي 5 اللي هي 5 1 على 5 و1 على ده اللي هو 1 على 6 وهكذا بقى. واحد المقامات توحيد عادي خالص، واحد المقامات على كام؟ 4 في 5 ب 20 في 6 20 في 6 ب 120 يبقى دي 120، واقسم بقى القصه دي بتاعت زمان دي 120 على 4 فيها 30 زائد 120 على 5 فيها ال 24 و 120 على 6 فيها ال 20 وهكذا بقى واحسبها. دي بس دي واحد على سي الكليه، انا عايز اجيب سي الكليه بقى يبقى مكتوب الكلام ده 120 على 30 زائد 24 زائد 20 وهكذا. يبقى انا كده جبت سي الكليه في حاله التوالي. بقلب دي، ايوه انا بقلب دي، هقلب انا دي واحد على، انا عايز اقلبها يبقى دي 120 فوق ودي 30 زائد ال 24 زائد ال 20 تمام، وبيحسبها بطلع الايه؟ السي كليه. دي طريقه توصيل مكثفات على التوازي. هنتكلم بقى الطريقه الثانيه توصيل مكثفات على التوازي، هنشرح برضه نفس الكلام ازاي انا بجيب القانون اللي بطبق فيه. هتلاقيها هنا هتلاحظ هنا ان هنا عكس المقاومات، احنا كنا في المقاومات في التوالي بيبقى جمع جبري وفي التوازي العكس، هتلاقي المكثفات عكس المقاومات. هنشرح بقى دلوقتي طريقه التوصيل على التوالي. هتلاقيها اسهل من التوازي، التوصيل على التوازي هتلاقيه اسهل من التوالي كمان، لان يبقى جمع جبري عادي. بس برضه هنثبتها مع بعض كتير ازاي؟ هنمسح ده بقى بالتوالي، هنكتب على التوالي توصيل المكثفات، توصيل المكثفات على التوازي نفس الكلام زي ما قلنا في المقاومات. كل الحكايه ان انا باجي اخد المكثف بدل ما كنت بوصله توالي كده هوصله توازي، يعني لو سمينا ده اللوح ده واحد ده اتنين ده واحد ده اتنين يبقى الوحايد مع بعض والاتنين مع بعض، يبقى اللوح رقم واحد كله مع بعضه واللوح رقم اتنين كله مع بعض، وبوصل عليه المنبع بتاعي بتاع التيار المستقيم. طيب نفس الكلام بالظبط، احنا قلنا ان الفي بتساوي كيو على سي زي ما قلنا، ومنها بقى الكيو بتساوي في سي، منها الكيو طرفين في وسطين الكيو بتساوي في سي. ليه انا بعمل كده؟ عشان استفاد منها. احنا قلنا ان التيار بيخرج من هنا وبس، هنا بقى
اما كنا في التوالي كنا نقول التيار بيمشي هو هو في نفس الدايره، لكن هنا التيار هيتجزا بقى، هيلاقي ليه ثلاث سكك. الاول كان التيار بيمشي في التوالي في سكه واحده، فعشان كده يكون التيار ده هو ده هو ده، يعني الشحنه دي هي دي هي دي. اما هنا التيار هيتجزا بقى، لكن مين اللي ثابت؟ الفولت. الفولت اللي هنا هو اللي هنا هو اللي هنا هو اللي هنا. يبقى بالتالي انا هاجي اقول ان الفي دي عباره عن ايه بقى؟ هي الفي دي هي الفي دي، يعني سمينا دي في واحد، دي في اتنين، دي في تلاته. يبقى الفولت الكلي بتساوي الفولت على واحد على المكثف الاولاني يساوي، مش زائد بقى، يساوي الفولت على المكثف الثاني يساوي الفولت على المكثف الثالث. يبقى الجهد اللي هنا هو اللي هنا هو اللي هنا هو اللي هنا، اما التيار هو اللي بيتجذب. يبقى الثلاث تيارات دول مجموعهم يبقى هو التيار ده. علشان كده هنكون القيو بقى هتبقى مجموع التيار، يعني احنا قلنا اللي بيسبب الشحنه مين؟ التيار. يبقى اذا التيار هو اللي هيتجذب. يبقى الكيو لو سميناها توتال بقى تساوي كيو واحد زائد كيو اتنين زائد كيو تلاته. مش زي ما كنا بنتكلم في التوالي بقى، في التوالي كان العكس. دلوقتي الشحنه او التيار اللي يخرج من هنا هيتقسم ثلاث اجزاء حسب قيم سعه المكثفات، ثلاث اجزاء. الثلاثه مجموعهم لازم يساوي التيار الكلي هنا، عشان كده بنقول الكيو هي كيو واحد زي كيو اتنين زي كيو. اما اتكلم على التيار كاني بتكلم على الشحنه، اما اقول شحنه يعني تيار، عشان هو التيار هو اللي بيسبب الشحنه. تمام. يبقى اجي انا هنا اعمل ايه؟ نفس الكلام، اشيل كل كيو واحط قيمتها. احنا قلنا الكيو عباره عن في اف سي جبناها من هنا واتفقنا في السطر، اشيل كل كيو واحط قيمتها، اشيل الكيو دي واحط قيمتها، في اف سي في لو قلنا دي في واحد في اثنين في ثلاثه، وقلنا في التوالي في التوازي كل في قدمت بعضها، الفي اللي على الكل هو ده هو ده هو ده. خلاص يبقى انا بقى ده ما ده عاوز اسميها واحد اثنين ثلاثه، ما احنا قلنا واحد قد اثنين قد ثلاثه قد دي، يبقى هي هي خلاص اكتبها. يبقى الكيو عباره عن في في سي في واحد اثنين ثلاثه، مفيش مشكله لو كلهم قد بعض، في في سي واحد زائد الكيو الثانيه في في سي اثنين زائد الكيو الثالثه في في سي ثلاثه. تمام. والكيو دي قلنا ايه؟ عباره عن في في سي، يعني خير احط في نفسي نفس الكلام زي ما قسمنا هناك في التوالي على الكيو، واقسم هنا على الفي. يبقى اقول بالقسمه على في مش حاجه، مقسم على في اللي طيرت دي طيرت دي طيرت دي طيرت دي. اتفضل السي، احنا قلنا دي هنسميها سي توتال. اتفضل السي توتال تساوي سي واحد زائد سي اتنين زائد سي تلاته. طيب يبقى ده اسهل ولا مش اسهل؟ دي سي تلاتة. يبقى السي الكلية هنا احنا قلنا التانية سي واحد على سي تلاتة سواء واحد على سي الكلية سواء واحد على سي واحد زائد واحد على سي اتنين زائد واحد على سي تلاتة. هنا سي الكلية مجموع جمع جبري عادي، يعني لو انا المكثف ده زي ما نفس الارقام حتى لو كنا كاتبينها المرة اللي فاتت 4 5 6، يبقى السي توتال عبارة عن مجموعهم. يبقى من القانون ده من القانون ده السي الكلية بتساوي قلنا سي واحد زائد سي اتنين زائد تلاتة، يبقى خمسة زائد ستة أي أربعة زائد خمسة زائد ستة، أربعة زائد خمسة زائد ستة هيساوي أربعة وخمسة تسعة وستة خمستاشر. يبقى دي السعة الكلية بتاعة المكثف التوتال الكلي. تمام؟ طيب طبعا برضه زي مقاومات المكثفات اقدر اوصل مقاومات المكثفات هنا على التضاعف، يعني توصيل مركب. يعني بدل ما انا موصل توالي واحد وتوازي واحد ممكن اوصل دايرتين كده، خليني في المكثف بقى، اوصل دايرتين كده، دايره الاثنين دول توالي والاثنين دول توالي مع بعض برضه، لكن في الناتج كله دول متوازي مع بعض اهو، وادي الباور او مصدر كهربي اللي هيوصله. نفس الكلام برضه اما اجي احسب دول يبقوا ايه؟ يبقوا توالي مع بعض. دول يبقوا ايه؟ يبقوا توالي مع بعض. اما اجي احسب دول توالي احسبهم ازاي؟ البرانش ده لو سميت ده برانش واحد او فرع الاولى، الفرع الاولى دي توصيلها مع بعض ايه؟ توالي. يبقى الفرع الاولاني اللي هي توصيلها مع بعض توالي. طب التوالي ازاي؟ واحد على سي توتال يساوي واحد على سي واحد زائد واحد على سي اتنين لسه قايلين. يبقى اما احسب دول كده احسبهم بالطريقه دي، واحد يبقى دي هتبقى واحد على اربعه
ودي 1/5. لو انا نفس المساله يعني لو سميت دي 4 ودي 5 زي ما قلنا كده، وحتى دي زي بعض 4 و5 زيها عشان المساله تبقى سهله. يبقى اجمع دول توالي، توالي هم دول من التوازي، يبقى انا مش هقدر اجمع ثلاث توازي مع بعض متوازيين اهم. فانا لما اجي اجمعهم كده توالي بجمع كده 1/6 كده نساوي 1/4 × 5. طيب 1/6 واحد المقامات بقى بتاعت زمان بتاعت الابتدائي بتاع زمان، يبقى هنا 20/4 × 5 1/5 × 5 و20/5 × 4 1/4 × 4 يبقى تساوي 9/20. ده مين؟ ده 1/6. طيب اقلبها بقى يبقى السي توتال تساوي 20/9 زي ما تطلع بقى. ماشي؟ يبقى انا جبت البرانش الاولاني ده حسبته كاني خليتهم مكثف واحد ساعه واحده. وهكذا الناحيه الثانيه برضو نفس الكلام، البرانش الثاني يبقى واحد برضو ايه 20/9 رفرين. وبعدين اعمل ايه؟ يبقى اذا انا طلع لي بقى السي في البرانش الاولاني سي توتال للفرع الاولى سميها كده. وبعدين احسب سي توتال للفرعه الثانيه، انا حطيتهم قاصد احطهم نفس الارقام عشان يبقى سهل. سي توتال للفرعه الثانيه برضو 20/9 ما فيهاش حاجه. تمام؟ اجي بقى احسب ايه؟ احسب الكل بقى ساعة كل. انا حسبت سي للبرانش ده يبقى دي للفرعه الثانيه، للفرعه الثانيه. احسب بقى سي الكليه مش كده؟ مش احنا قلنا فحسبنا في للبرانش ده طلع 9/20 وسي للبرانش ده طلع 9/20. اجي احسب بقى السي الكليه بقى خالص، سي الكليه للدايره كلها، للدائره كلها. سي الكليه عباره عن ايه؟ احنا قلنا في التوازي جمع جبري، يبقى في التوازي جمع جبري سي للبرانش الاولاني خليها سي للفرعه الاولى، الفرعه الاولى زائد سي للفرعه الثانيه. جمع جبري عادي اللي هم كام؟ 20/9 زائد 20/9 هي متوحده المقامات خلها اهي لوحدها، يبقى السي توتال عباره عن 49 40/9. تمام؟ ده يعني طريقه سهله او بسيطه قوي او ابسط طريقه توصيل التضاعف. طيب هنتكلم بقى على هنمسك السبوره دلوقتي ونتكلم على توصيل الملفات بقى في التوالي والتوازي. ازاي بوصل الملفات في التوالي والتوازي؟ خلاص كده واحنا كده خلصنا توصيل المكثفات على التوالي وعلى التوازي والتوصيل المركب على التضاعف. هنتكلم عن توصيل ملفات على التوالي وبعد كده على التوازي. توصيل ملفات على التوالي تقريبا بالظبط زي المقامات. يعني لو انا عندي برضو ملفات كده، ثلاث ملفات مثلا كده، الملفات دي بتتوصل على برضو مصدر تيار. نفس الكلام بتاع المقاومات مش المكثفات، نفس الكلام بتاع المقاومات. ان ال ال توتال ال ال دي الكويل يعني ملف، الحس بتاع الملف الكلي عباره عن مجموع جبري للحس ده وده وده، ده ال 1 ده ال 2 ده ال 3 ده مجموع جبري عادي بقى. يبقى ال 1 زائد ال 2 زائد ال 3. طبعا احنا عارفين الملف القياس بالهنا ده في التوالي. طب لو وصلته في التوازي بقى على التوازي هيبقى الملف ده كده والملف ده تحتيه زي ما اتكلمنا في المكثفات وفي الملف في المقاومات نفس الكلام. ده توالي سلسله متوالية، ده توازي نفس الشكل التوازي ده، وده المنبع اللي موصل بيه. فلو دي ال 1 ودي ال 2 ودي ال 3 يبقى نفس الكلام بالظبط، 1/3 واحد على ال توتال الكليه يعني، يبقى الملف الحس بتاعه الكلي عباره عن 1/3 سواء 1/1 زائد 1/2 زائد 1/3 نفس الكلام. لو في ارقام وبحسبها نفس الكلام، اوحد المقامات والقصه اياها دي بتاعت زمان. عايزين نعمل واحدة بسرعة سريعة كده صغيرة بأرقام صغيرة نعرف نحسبها مفيش مشكلة.
وممكن نوصل على التضاعف كمان. يعني انا لو جيت برضو كده نفس الكلام وعملت كده ملفين كده على التوالي، خليهم ملفين بس كفايه بلاش ثلاثه، ملفين على التوالي كده ومعاهم ملفين تاني على التوالي بس البرانشين الفرعين مع بعض على التوالي زي ما انا بعمل كده نفس الكلام. لو 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 الهنري مثلا هنا ثلاثة هنري وده أربعة هنري مثلا وده نفس الرقم ثلاثة وأربعة، فنفس الكلام بتاع المقاومات بالظبط. يبقى لما أقول الفرعة دي أسميها إيه والفرعة دي مثلا بي مثلا يعني، فلو قلت في التوالي إحنا قلنا في التوالي جمع جبر عادي، يبقى في التوالي ال إيه أسميها إيه الفرع إيه، يبقى الحس الكلي أو قيمة الملفات في الفرع إيه عبارة عن 3 زائد 4. احنا قلنا اللي هي ايه؟ ال 1 زائد ال 2. لو سمينا دي ال 1 زي ما قلنا وده ال 2. ونفس الكلام لو سمينا دي ال 3 وسمينا دي ال 4. فنفس الكلام يبقى ال في البرانش الاولانيه عبارة عن 3 و4 يعني 7. 7 ايه هنا؟ احنا اتفقنا وبنسميها اتش يعني هنا. يبقى ال ايه 7 هنا؟ طب ال بي؟ برضه لوحدها برضه 7. انا عاملها ارقام بسيطه كده عشان يبقى سهله في الحفظ في الكتاب. يبقى 3 و4 برضه ايه 7. 7 هنا. يبقى لما اجي اجيب بقى الحس الكلي للدايره كلها يبقى الدايره قلت له خلاص اتفقنا 3 و4 دي بقوا 7، 3 دول بقوا 7، يبقى لو 7 وال 7 توازي مع بعض يبقى 1 على ال توتال بقى اسميها الحس الكلي بتساوي 1 على 7. محدش يقول لي جبت منين السبعه؟ لسه قايلين اهو من هنا. 1 على 7 زائد 1 على 7. يبقى بوحد المقامات على 9 4 مش كده؟ يبقى دي 7 زائد 7، يبقى دي 1 على ال تي. يبقى ال تي بكام؟ اقلبها. يبقى دي 49، يبقى 1 على ال تي بتساوي دي، يبقى انا عايز ال تي بقى اقلب دول، يبقى ال تي عباره عن 49 على 14. 49 على 14 وزي ما تطلع بقى احسبها خلاص تطلع كذا بالهنا ماشي. دي فكره سريعه عن توصيل ملفات على التوالي وعلى التوازي وعلى التضاعف. لو قدامنا 10 دقائق كده كمان نتكلم عن توليد القوه الكهربائيه في موسع عن طريق الحس المغناطيسي. توليد القوه الكهربائيه في موسع عن طريق الحس المغناطيسي. توليد القوى الكهربية في سلك عن طريق سلك أو موصل، يعني كتبت سلك كتبت موصل مفيش مشكلة، في موصل عن طريق الحس المغناطيسي. إيه الحكاية دي بقى؟ إحنا قلنا زمان إن لو مر أي طيار سواء طيار متغير أو طيار مستمر في سلك فيتولد حوالين السلك ده مجال مغناطيسي. المجال المغناطيسي ده بيزيد او بيقل بشده التيار اللي في الدايره. يعني لو انا جيت مثلا عندي هنا عملت مجال مغناطيسي، مغناطيسي قطبين، قطب شمال وقطب جنوب، حطيتهم بينهم بيبقى فيه خطوط الفيض المغناطيسي او خطوط المجال المغناطيسي اللي ماشيه بين القطب الشمالي والقطب الجنوبي. الخطوط ديت لو جيت قطعتها بموصل سلك، يعني لو جيت قطعتها بموصل سلك، يعني لو انا جيت رسمت مثلا قطب شمالي وقطب جنوبي للمغناطيس كده وجيت قطب كمان كده هنا هلاقي ان في خطوط مجال مغناطيسي هتتحدد، المفروض مش هيبان من ورا من هنا خطوط مجال مغناطيسي كده. الخطوط المجال المغناطيسي دي لو جيت انا قطعتها بسلك توصيل
فهيتولد في السلك ده تيار كهربي. انا ما عنديش منبع تيار كهربي، ما عنديش بطاريه ولا اي سي تيار كهربي ولا اي حاجه. انا كل الحكايه عندي القطبين المغناطيسيين. القطبين المغناطيسيين دول طبيعي بيبقى في بينهم اي قطب شمالي وجنوبي، يبقى في بينهم مجال مغناطيسي بيتحرك، يبقى في هنا خطوط المجال المغناطيسي بتتحرك بين القطب الشمالي دوت والجنوبي ده. لو انا جبت سلك مررته هنا كده او خليته قطع المجال المغناطيسي ده، فهيتولد فيه تيار. صحيح يبقى تيار ضعيف لاني على حسب قوه المغناطيس ده. التيار الضعيف ده بيبقى تيار مستمر طبعا، لان التيار المتغير بيبقى تيار شدته اعلى. يبقى اذا انا ممكن اولد قوه دفع كهربائيه في الموصل عن طريق الحس المغناطيسي. في ثلاث طرق لتوليد الحاجات دي. قبل ما نقول على ثلاث طرق بتوع التوليد دول، الاول انا عشان بديهي كده زي ما انا اتكلمت دلوقتي، عشان اولد تيار كهربي في السلك ده، ده سلك بس انا رسمه تخين شويه عشان يبان، عشان دي خطوط المجال المغناطيسي رفيعه جدا مش باينه، فانا عامل السلك ده تخين عشان يبان بس بالشكل. علشان اعمل القصه دي عشان اولد قوه دفع كهربائيه موصل عن طريق الحس المغناطيسي، يبقى مطلوب مني يتوفر ايه؟ ثلاث متطلبات. المتطلب الاولاني وجود مجال مغناطيسي. تمام؟ يبقى اول حاجه عايز مجال مغناطيسي، يعني عايز مغناطيس ليه قطبين، مغناطيس بقطبين عشان في بينهم مجال مغناطيسي. تاني حاجه موصل سلك يعني او سلك يقطع خطوط المجال المغناطيسي. يبقى ده تاني طلب عشان احقق الكلام ده، اولد التيار كهربي عن طريق الحس المغناطيسي في سلك، يبقى لازم وجود مجال مغناطيسي وموصل سلك يقطع خطوط المجال المغناطيسي دوت. تالت حاجه ايه؟ احنا قلنا القطبين والموصل. تالت حاجه ايه؟ موصل سلك يقطع خطوط المجال المغناطيسي، توفر مصدر تيار اذا اردنا توصيل زياده ايه؟ زياده الفيض المغناطيسي او زياده القوه الدفع الكهربي، زياده القوه الدفع الكهربي. طيب في ثلاث طرق بقى لتوليد الكلام ده، في عندي ثلاث طرق لتوليد. الطريقه الاولانيه ان انا يبقى المجال المغناطيسي ثابت. يعني ايه المجال المغناطيسي ثابت؟ المغناطيس ثابت ما بيتحركش والسلك هو اللي بيتحرك. هو لو السلك ثابت كده زي ما انا هنا ده بيديني تيار قليل جدا، لكن لو السلك بيتحرك بيديني تيار اكبر. ليه بقى؟ يبقى اول طريقه للتوصيل توصيل سلك او تحريك سلك، تحريك سلك معدني او موصل معدني، تحريك سلك او موصل في مجال مغناطيسي. يبقى اول طريقه ان انا يبقى المجال المغناطيسي ثابت والسلك هو اللي بيقطع المجال وبيتحرك. السلك هو اللي بيتحرك، الحركه بتاعت السلك ده بتولد لي مجال مغناطيسي اقوى من لو السلك ثابت. يعني لو السلك ثابت هيديني مثلا بالمايكرو امبير، لو السلك متحرك المايكرو دي ممكن تبقى ملي، ممكن تبقى مثلا نص امبير ربع امبير. يبقى دي طريقه اللي هي محقق ان السلك التوصيل بيتحرك فيقطع خطوط المجال، وشده المجال المغناطيسي المتولد بتتوقف على زاويه ميل السلك على المجال المغناطيسي. انا راسمها هنا كده بالصدفه او قصدها ان دي 90 درجه. ايه هي 90 درجه؟ زاويه قطع السلك المعدني لخطوط المجال المغناطيسي، زاويه القطع على 90. ممكن يبقى السلك مايل كده، يبقى ازاي مثلا 45؟ طيب لغايه ما توصل لصفر اللي هي 180، يعني لغايه ما توصل كده. لو السلك كده يبقى مفيش توليد مجال مغناطيسي، لو السلك وازع خطوط المجال المغناطيسي يبقى في الحاله دي انا مفيش عندي مجال مغناطيسي، مفيش تيار كهربائي هيتولد في السلك. كل ما يزيد بقى، كل ما يزيد يبقى 30 درجه 40 درجه 45 درجه 50 درجه، يزيد لغايه ما يوصل 90 اقصى تيار كهربائي يمشي. يبقى اقصى تيار كهربا يتولد هنا لما يبقى مجال المغناطيسي السلك التوصيل ده بيعمل زاويه 90 درجه مع خطوط القوى المغناطيسيه. ده طريقه في توصيل الموصلات. الطريقه الثانيه
توصيل. الموصل او السلك يعني، بحيث يكون الموصل ثابت وخطوط المجال المغناطيسي متحركة. يعني ايه متحركة؟ يعني المغناطيس هو اللي بيتحرك. بأي طريقة بقى؟ المغناطيس هو بيتحرك والسلك هو اللي ثابت. يبقى خطوط المجال المغناطيسي بتتحرك والسلك هو اللي يبقى ثابت، يعني المغناطيس بيتحرك. فنفس الكلام هنا، ده بيستخدم في الاولاني، ده بيستخدم في توليد التيار المستمر، يعني التيار اللي اتولد هنا تيار مستمر. لكن انا استخدمت الطريقه بتاعت ان الموصل ثابت، يعني عكس دي، موصل ثابت والمجال متغير، يبقى يتولد هنا تيار متغير، دي يتولد فيها تيار متغير. الطريقه الثالثه بقى، يبقى المكسر المجال المغناطيسي او المغناطيس ثابت والسلك ثابت، بس بغير انا في شده التيار اللي هيزود لي المجال، ودي بتستخدم في المولدات التيار المستمر والمتغير. دي نمره ثلاثه اللي هم ايه؟ ثبات سلك التوصيل والمكسر والمجال المغناطيسي والتغير في شدة المجال المغناطيسي. والمرة الجاية إن شاء الله بقى نبقى نتكلم في موضوع جديد إن شاء الله. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.